كل سنة وانتم طيبين. ده هيكون ملخص الحلقة ال 22 من مسلسل المشوار، ولو حابب تتابع الحلقات اللي فاتت هتلاقيها في اللاين اللي فوق. بتبدأ حلقتنا ال 22 مع سالم اللي بينصب على ماهر وبيقوله ان المجموعة الاثرية اللي معاك تسوى تمن قليل، ولكن ماهر بيقوله ان هو كان فاكر انها هتسوى 6 اضعاف الرقم اللي هو قاله. فبيرد سالم وبيقوله ان هو مكلم خبراء من بره وانهم هيجوا البلد قريب وهيأكدوا لنا المجموعة الاثرية تسوى كام. فبيوافقوا ماهر وبيسأله لو يقدر يجيب مراته وابنه في الفيلا، فبيقوله سالم عاد انك تعمل كده. وبنرجع لادم اللي بيتكلم مع ورد وبيحاول يقنعها انها تقبل عرض كاميليا اللي ب 2 مليون جنيه، فبترفض في الاول ورد وبتقول انها لازم تقول لماهر، بس ادم بيعرفها ان العرض ممكن يروح مع الوقت. فبتقول له ورد انها تكلم وجيه زي ما هو كان عايز علشان تخليه يديها الامان ان لو هي ادت ليه المجموعه الاثريه اللي عندها الحكومه مش هتاخد ابنها منها وتسجنها هي وجوزها. فبيقولها ادم تجيب تليفونها وهو هيركب لها تطبيق تقدر تكلم وجيه من خلاله بدون ما يكون هو عارف رقمها. وبنروح لراشد ووجيه اللي في المحكمه، وبنعرف ان راشد طلع وجيه مؤقتا من الحبس بسبب اتهام ماهر ان المجموعه الاثريه تبعه. فبيساله وجيه لو في امل يخرج تماما من الحبس، فبيعرفه راشد ان طول ما ماهر هربان فده في احنا لانه بيظهر للحكومه ان هو اللي دس ليك الاثار، وانه لو اتقبض عليها يقول الحقيقه وساعتها هيعرفوا ان الحاجه بتاعتك انت. ولما بيجي كمال ليهم بقرار الافراج المؤقت بيعرف راشد وجيه ان كمال هو ابن عم ماهر. وفي الوقت ده بنشوف عزه اللي بتوصل البيت وبتلاقي شمال بيكون مستنيها وبيكون متضايق منها جدا بسبب انه ما يعرفش عنها حاجه بقاله يومين، وبيسالها كنت فين. فبتعرفه انها كانت في الشغل، وبيفضل يتكلم معاها شمال وبيقول لها ان هو عايزها ترجع تشتغل معاه زي الاول، بس عزه بتقول له انها طول ما هي معاه بتصغر. فبيرد شمال وبيقول لها مادام مش عايزه تشتغل معايا فنتفرق. فبتوافق عزه، ولكنها بتتفاجئ لما شمال بيقول لها على وصولات الامانه اللي كانت ماضيه عليها، وبتقول له ان هو قال لها ان هو قطعها ولكنه بيعرفها ان هو كذب عليها، وان من هنا ورايح اي شغل هيجي لها هياخد شمال منه نص الفلوس، وان حاليا لازم تدي له 50,000 جنيه عشان زعله. وبتبقى عزه مصدومه ومش عارفه تعمل ايه. وبنرجع لحياه اللي عند المقدم علاء اللي بيسالها على ماهر وبيعرفها ان ورد لسه بارية في نظر الحكومه، وانها لو اتسطرت على ماهر فهيبقى عليها عقوبه. فبتقول له حياه انها ما تعرفش حاجه عنه، فبيقول لها علاء ان بابه مفتوح دايما واول ما تعرف حاجه لازم تقول له بدل ما اختها هتبقى متهمه هي كمان. وبالليل بروح لسلمى اللي بتبقى خارجه، فبيجي ليها والدها وبيتكلمها على عماد وبيقولها ترجع ليه، ولكن سلمى بتتضايق منه وبتقول له انها عمرها ما هترجع له. فبيقول لها سالم ان ما دام كده فهي مش هتخرج من البيت طول ما هي مش راجعه ليه، لانه بيجي ليك في كل مكان وبيعمل لك فضايح وبيقول لك ترجعي له. وبنرجع لوجيه اللي بيروح مع ابنه مهاب وطليته كاميليا، وبيكون مشتاق للشوارع وبيته، ولما بيقف يشم هوا بتقول له كاميليا هنعمل ايه في ورد. فبيقول لها تسيبه يشم نفسه دلوقتي لانه تعبان جدا من الحبس طول الفتره ديت. وبنروح لورد اللي بتصحى من النوم وبتطمن على ابنها، وبيجي ليهم شمل وبيسال ورد على عزه ولكنها مش بتبقى عارفه، فبيتصل بيها شمل ولكن تليفونها بيكون مغلق. فبتقول لورد ان هو المفروض يتجوزها، فبياخد عليها شمل وبيتعدى عليها، فبتزعق عليها على اللي هو عمله، وبيروح رحيم عشان يزقه ولكن شمل بيرميه. فبيتصل رحيم بابوه اللي بيكون تحت البيت وبيقول له ان شمل بيتعدى على ورد، فبيطلع ماهر باسرع ما عنده شمل وبيكسر الباب، وبيبقى واضح ان هو ناوي ليه على شر. استنونا بكره في ملخص جديد لحلقه جديده.